مساء الخير أعزائي المشاهدين. مرحلة جديدة بدأت في محافظة كركوك بعد هيمنة بعض الأحزاب على محافظة كركوك سياسيا وأمنيا. دخول القوات العراقية إلى محافظة كركوك. كركوك محليا، إقليميا، دوليا. العناصر المسلحة في محافظة كركوك. نبحث هذه المواضيع في حديث هذه الساعة مع ضيفي الكريم الأستاذ راكان سعيد محافظ كركوك. أهلا بكم السيد المحافظ في هذا البرنامج حديث الساعة. أهلا بكم وبقناتكم وبمشاهدي قناتكم الكرام أيضا. بداية نهنيكم السيد المحافظ على تولي منصب محافظ كركوك. شكرا جزيلا. في الحقيقة هذا تكليف وفق القانون والدستور، وهي مهمة ليست سهلة في ظرف ليس سهل. نعم. بداية سيد المحافظ، قلت كركوك قد دخلت مرحلة جديدة سياسيا وأمنيا، هل يمكن تسليط الضوء على هذه المحافظة قبل دخول القوات العراقية وبعد دخول القوات العراقية؟ وحضرتك كنتم نائبا لمحافظ كركوك السابق. في الحقيقة لكي نكون واضحين بأنه هناك فقدان للسلطة الاتحادية وللقوات الاتحادية منذ 2014. نعم. عندما دخلت عصابات داعش وانسحاب الفرقة 12 اللي هي تمثل السلطة الاتحادية، بدرك لم تبقى للحكومة الاتحادية أي دور في محافظة كركوك. نعم. فقط دور دفع الرواتب والميزانيات. لذلك أصبحت الدور للقوات الأمنية الأخرى، الشرطة والقوات اللي كانت تدير الأمر سواء من الأحزاب يعني الأسايش، وأيضا كانت قوات البيشمركة موجودة. وفي الحقيقة نحن يعني علينا أن لا نخفي بأنه أو لا ننسى بأنه البيشمركة كانت قد دفعت تضحيات كبيرة في الدفاع عن كركوك. ولكن كما تعلم كركوك مدينة متعددة القوميات. نعم. فيها خلل في التوازن الإداري والأمني كانت. فكركوك إذا ما يكون هناك توازن إداري وأمني في المدينة فتبقى المشاكل عالقة. نعم. كما أنه كثير من الأمور التي كانت يعني اللي كانت غير قانونيه وغير دستوريه قد تم اتخاذها، مثل رفع العلم الاقليم بشكل بقرار من طرف واحد دون التوافق. نعم. ودون الرجوع الى القانون والدستور، وكذلك مساله اقحام كركوك في الاستفتاء، هذه كلها تباهت لها الحكومه ووجدتها خروقات قانونيه ودستوريه ومضره بوحده البلد. وبذلك وجدت الحكومه انه يجب عوده النفوذ للسلطه الاتحاديه وفق القانون وفق الدستور باعتبار كركوك محافظة تابعة للمركز وفق القانون. نعم. نعم. أستاذ راكان، كيف كنتم تقيمون الوضع الأمني والسياسي في المحافظة قبل دخول القوات العراقية المشاركة إلى كركوك من الناحية الأمنية ومن الناحية السياسية؟ كيف كانت كركوك؟ كيف كنتم تقيمون هذا الوضع الأمني والسياسي في كركوك؟ والله المقارنة لا نستطيع أن نميز بالمقارنة، لأنه وقت دخول يعني وقت تواجد القوات الاتحادية قصير، فلا يمكن تقييم تجربة من خلال 3 إلى 4 أيام أو 5 أيام. سيد المحافظ، قصدي قبل دخول القوات الأمنية، من تواجد العناصر المسلحة التابعة لبعض الأحزاب الكردية في كركوك، كيف كانت الوضع؟ كيف كنتم تقيمون هذا الوضع من الناحية الأمنية والسياسية؟ في الحقيقة لا يخفى أنه كل محاضر اللجنة الأمنية كانت هناك عمليات خطف واغتيالات وإخفاء وسرقات وابتزاز وسطو باسم الأجهزة الأمنية، ولكن أيضا لا تنسى بأنه أيضا كانت مناطق جنوب غرب كركوك أيضا تحت إرهاب داعش. نعم. وبالطبع يعني كانت تبذل جهود كبيرة لتطبيق هذا الأمر، بالحقيقة لم تنجح.
التجربة بعد دخول القوات الأمنية لا أستطيع أن أقول أنه ما هي نوعية الأمن، لأنه في الحقيقة لازلنا في طور عمليات عسكرية موجودة. الأمن ممكن تقييمه من خلال فترة طويلة، ولكن كان تسجيل حالات الخطف وحالات الاغتيال وحالات السطو وكانت كبيرة جدا، وبالطبع تتحمل مسؤوليتها الأجهزة الأمنية التي كانت تدير مثل هذه الأمور. هذه طبعا كانت محل شكوى، ولكن مع مرور الوقت لم يجد لها حل في الحقيقة. وبالطبع أنه أيضا أنه أي وضع أمني غير جيد هو على يشمل كل القوميات، ولكن نعرف أنه معظم الشكاوي اللي كانت تأتي من أطراف تداهم باسم القوات الأمنية. يعني حاولنا جاهدين، حاولت كل الأطراف جاهدة، لكن في الحقيقة لم يتحسن هذا الأمر. الحكومة الاتحادية لم تكن يعني عندما صدر قرار من المحكمة الإدارية العليا بعدم قانونية رفع العلم وفق القانون الدستوري في كركوك، أيضا لم يتم الاستجابة لمثل هذا القرار، ولم يتم التطبيق بالرغم من أنه كان مرفوض أيضا في البداية، وأيضا إقحام كركوك في الاستفتاء دون أخذ رأي الشركاء كان أيضا مشكلة. هذه كلها تزاحمت، وأيضا وجود الإرهاب في جنوب غرب كركوك، فاضطرت الحكومة إلى أن تحرر مناطق من الإرهاب، وكانت عملية ممتازة وسريعة وناجحة. فكان أسرع تحرير وأفضل تحرير كان هو تحرير قضاء الحويجة، باعتبارها كانت عملية سريعة ولم تحصل فيها خروقات واضحة، بالإضافة إلى أنه وجدت بأنه من الضروري بعد الدعوات الانفصالية ودعوات الأقحام كركوك في مثل هذا الأمر، فوجدت الحكومة من الضروري أن تبسط سلطتها وفق القانون. وأيضا هذا القرار تم التصويت عليه من مجلس النواب ومصادقته من المحكمة الاتحادية. سيد المحافظ، صراحة هل أنتم تعرضتم إلى نوع من التهميش من كنتم نائبا للمحافظ؟ هل تعرضتم إلى التهميش أو نوع من التجميد من قبل المحافظ السابق، وتعلمون بأن الكتلة التركمانية والكتلة العربية قد قاطعت جلسات مجلس المحافظة؟ والله في الحقيقة أنا نعم أنه أنا صح كنت نائب محافظ، لكن كنت أيضا أمارس دور سياسي في رئاسة المجلس العربي. نعم. فبالطبع نحن كنا قد أصدرنا يعني بيان ومذكرة يعني بإلغاء قرار رفع العلم، وكذلك أصدرنا بيان واضح بأنه الاستفتاء غير قانوني وغير دستوري ولا نتعامل معه. هذه طبعا بالتأكيد ستولد ردة فعل في قضايا الصلاحيات وفي قضايا حتى القضايا الإدارية الأخرى، لكن نحن في هذا الوضع يعني ننأى بأنفسنا أن نسجل يعني نذكر أشياء تعرضنا لها شخصيا. نحن رجال، علينا أن نتغاضى عن هذا، علينا أن ننظر إلى المستقبل كيف سنكون لجميع أهل كركوك، ننظر إلى أهل كركوك نظرة واحدة. الأخطاء في الإدارات تحصل وفي السياسة تحصل. أنا لن أذكر ما يعني أنا بنفسي عن ذكر ما حصل يعني الإرهاصات اللي كانت موجودة، لكن كانت هناك إجراءات في قضايا الهجرة، إجراءات في المخيمات، إجراءات في قضايا الجنسية، إجراءات في قضايا المباشرات كانت معقدة. لا أحمل الإدارة فقط، لكن إجراءات كانت معقدة بشكل عام. لكن اليوم علينا أن ننظر إلى الأمام. اليوم نحن أمام حالة جديدة، هناك فرض للقانون للدولة الاتحادية، علينا أن تكون كل إجراءاتنا قانونية. وبالطبع نحن ليس مخفيا أن اتفاقية 2012/2007 تذكر ذلك وتقول أنه هناك كثير من المخفيين والسجناء اللي تم اعتقالهم من قبل قوات الأحزاب اختفوا لحد الآن. هذه موجودة في الاتفاقية، والاتفاقية تنص على عودتهم إلى محاكم كركوك، إطلاق سراح الأبرياء والعودة إلى محاكم كركوك، ولكن لم يجد تعاون في مثل هذا. هذه كلها أشياء كانت يعني مثيرة للقلق في الحقيقة.
لكن اليوم علينا أن ننظر إلى الأمام. في كركوك يجب أن يحصل تعايش سلمي بين المكونات. صحيح سيد المحافظ، صحيح يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن تعلمون بأن محافظة كركوك محافظة تاريخية وعريقة، ويجب أن نذكر المراحل التي تمر بها محافظة كركوك. محافظة كركوك، مجلس محافظة كركوك لم ولن كانت تصغي إلى الكتلة العربية ولا إلى الكتلة التركمانية، وكانت تتخذ الإجراءات من طرف واحد، مثلا إعلان رفع العلم الكردي فوق محافظة كركوك وفوق المؤسسات الحكومية. يجب على الإعلام وعلى السياسيين أن يظهروا ما كانت تعاني محافظة كركوك من التهميش والهيمنة بعض الأحزاب. سيد المحافظ، لا هو بالحقيقة شيء واضح أنه مجلس المحافظة في الفترة الأخيرة لم يبقى مجلس لمحافظة كركوك، أصبح مجلس لمكون واحد. يعني هذا خطأ كان، وإلا لو كان هناك شعور بالمسؤولية التوافقية والجمعية في كركوك اللي هي ضرورية من التوافقات لما اتخذ قرارات بغياب المكونين العربي والتركماني. هذا طبعا كان أمر خطير وحذرنا منه وأصدرنا بيانات به في هنا. بالطبع هذا الخطأ هو اللي قاد إلى الأخطاء التراكمية التي أدت إلى انتباه الحكومة إلى مثل هذا الأمر والتدخل لفرض السلطة الاتحادية. سيد المحافظ، التعيينات كانت تأتي من بغداد ولم تنفذ، تعلمون حضرتكم يعني التعيينات تأتي من بغداد ولم تنفذ، العطل الرسمية لم تنفذ من قبل إدارة كركوك. ماذا تقولون على التعيينات وعلى تصدير النفط كانت التي تهيمن عليها جهة واحدة؟ ولكن ما تعلم أن موضوع النفط أيضا نحن في حينها يعني نعلم بأن النفط قد خرج عن واقعه القانون والدستوري باعتباره ثروة لكل العراقيين، نعم، وحرمت منه الحكومة المركزية، نعم، والمفارقة أنه في نفس الوقت تدفع رواتب حتى موظفي شركة نفط الشمال من الحكومة المركزية، نعم، ولكن واردات شركة نفط الشمال لم تكن تأتي إلى الحكومة المركزية ولا إلى حكومة كركوك. نعم. طيب. طبعا هذه يعني أكو مجموعة تراكمات من الأخطاء والتجاوزات أدت إلى أنه تنتبه الحكومة إلى مثل هذا. نعم. طيب سيد المحافظ، المرحلة ما بعد دخول القوات العراقية المشاركة من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والرد السريع والحشد الشعبي إلى محافظة الكركوك والسيطرة على مؤسسات الدولة وتسيير الأمور إلى اتجاه الصحيح، الآن كيف تقيمون وضع كركوك حاليا وكيف ترون مستقبل كركوك؟ أولا، وجود القوات الاتحادية هو وفق القانون وفق الدستور. القوات الاتحادية تمثل جميع أطياف الشعب العراقي، وكركوك مدينة أيضا عراقية تابعة للمركز، فأعتقد أنه لا يوجد هناك خرق قانوني أو خرق دستوري في مثل هذا الأمر، باعتبار أنه أيضا مجلس النواب صوت عليه وفق القانون والمحكمة الاتحادية صادقت على مثل هذا. أنا أعتقد بأنه إذا ما نجحنا في إدارة الأمور بشكل جيد ونحن عازمون ومصممون على أن نكون للجميع، لكل أهل كركوك، وأن ننفذ القانون، وسنكون أيضا نتخذ إجراءات مشددة في اتجاه العصابات التي تعبث بالأمن، فسيجد المواطن إن شاء الله بأن كل الإجراءات ستكون وفق القانون وفق الدستور، وأنه سيتعامل مع سلطة قانونية اتحادية مقرب الدستور، تذهب كل الإجراءات عبر القانون للتخلص من الإجراءات غير القانونية من القوات غير الرسمية. نعم. السيد المحافظ، الآن القوات العراقية المتواجدة في الكركوك، أولا كيف تقيمون العلاقة بين إدارة كركوك حاليا أنتم كمحافظ كركوك والقوات العراقية المتواجدة حاليا في كركوك؟ نحن على تواصل يومي معها وعلى اتفاق تام، وفي الحقيقة معظم جميع القادة في قيادة العملية المشتركة في الشرطة الاتحادية مكافحة الإرهاب والسيد
قائد القوات المشتركة، قائد العمليات المشتركة، أو في الرد السريع أو في الجيش. في الحقيقة الجميع متعاونين، وهم وفي الحشد أيضا من كل أصنافه الجميع متعاونين معنا، والجميع يسعى لإنجاحنا في يعني لإنجاح الأمر في كركوك. وتعلم أنه هذا أمر ليس مبالغ فيه بأن نقول كانت عملية دون أن تريق دماء أحد، ولم تحدث حالات انتقام أبدا بين المكونات. هذا يدل على أنه الإرث العريق لشعب كركوك في تعايش السلمي هو الموجود، ولم تستطيع المناكفات السياسية أن تحرف الشعب عن إرثه وقيمه في التعايش السلمي. في الحقيقة القوات الأمنية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على الأمن ولتمكيننا من إدارة أعمالنا بشكل جيد، وهم يستمعون إلى كل طروحاتنا وإلى كل ملاحظاتنا وإلى كل رؤانا. اليوم أيضا في الحقيقة كانوا في جولة معنا في كل المناطق لتهدئة المناطق التي تنبث فيها إشاعات معينة، واتخذنا كل الإجراءات وأخذنا كل الموافقات بأن نعالج كل الأمور، وهم كانوا مستجيبين حتى للحالات التي يعني يرونها صعبة عسكريا أيضا وافقوا عليها. علينا أن نرسل برسالة إلى المواطن أن هذه القوات لك للحفاظ على أمنك وعلى القانون وعلى المساواة والعدالة، وهي جاءت لتحمي مؤسسات الدولة القانونية ولتفعيل دور الحكومة الاتحادية وتفعيل دور القانون، وهي أيضا لم تنتهك لا حقوق الإنسان ولم تسجل حوادث في كركوك بالرغم من مدينة ذات عدد سكاني كبير وعمليات عسكرية واسعة، وأيضا حافظت على ممتلكاتها العامة. نعم. حاليا من الذي تسيطر على أمن كركوك من القوات الشرطة أو من قوات الجيش؟ من الذي تسيطر على الشارع في كركوك؟ والله في الحقيقة هناك قوات للجيش وهناك المكافحات للإرهاب والقوات الشرطة الاتحادية وأيضا فصائل الحشد الشعبي بالإضافة إلى شرطة كركوك، لكن في الخطة الأمنية تم الاتفاق عليها سيكون الأمن داخل المدينة من اختصاص الشرطة، والأمن خارج المدينة من اختصاص القوات الأخرى، ويستطيع قائد الشرطة أو المحافظ استدعاء أي قوة عندما يتطلب الأمر ذلك. وهذه رسالة اطمئنان بأنه الثقة التي أولتها قيادة العمليات المشتركة لشرطة كركوك بأن تتولى الأمن داخل المدينة، وأيضا لكي تكون الإجراءات كما تعلم أنه الإجراءات القانونية تقوم بها باعتبار الشرطة رجل قانون ليس رجل حرب وقتال كما القوات الأمنية. هذه الرسالة التي تم بعثها إلى الشارع، واليوم أعلناها في مؤتمر صحفي ووافقت عليها كل فصائل سواء من الحشد الشعبي أو القوات الأخرى. ولكن القوة إذا ما حصل خرق أمني فتعرف أنه في حالات في مثل هذه الحالات العسكرية تظهر عصابات السرقة، تظهر عصابات التي تحمل أجندات معينة، تظهر الحرب النفسية، تظهر الإذاعات المغرضة، تظهر الإشاعة اللي ربما تؤدي إلى الفوضى. فاليوم كانت كل قيادات الحشد الشعبي والعسكرية والشرطة في مؤتمر صحفي واسع عصر هذا اليوم، بث يعني ربما ما أعرف القناة التركمانية كانت فيها أو لا. نعم. بعث برسالة بأن الأمن هو من اختصاص الشرطة، واليوم قمنا مع قائد العمليات وقائد الشرطة بجولة في المدينة والتقينا بالناس طويلا وأوضحنا لهم كل الأمور وأنه لا خطر على الناس ولا خطر، والناس الذين ينتحلون أيضا صفة القوات الأمنية للتعدي وللسرقة يجب أن يبلغوا عنهم قوات الشرطة، وستكثف دوريات الشرطة في المناطق ذات يعني اللي عندها حساسية من هذا الموضوع. يعني تقول سيد المحافظ بأن الأجهزة الأمنية التي كانت تابعة للأحزاب الكردية لم ولن ترجع بعد كركوك يعني للعمل كأجهزة أمنية؟ هي في الحقيقة لا توجد الآن في كركوك، ليس وليس طرف في العمل الأمني مستقبلا. لم تكن يعني كركوك مسيطرة من قبل الأجهزة الأمنية مستقبلا. رأيي الشخصي. نعم. أما رأيك كمحافظ؟ لا رأيك كمحافظ يعني من خلال تجربتي أنه وجود قوات غير رسمية تمثل الأحزاب
لا تصنع عمل. نعم في كركوك. نعم سيد المحافظ، كانت هناك خرق للوضع الأمني، مثلا أضرب لكل مثال منظمة بكك الإرهابية التي أعلنت كمنظمة إرهابية من قبل المحافل الدولية وفي قائمة الإرهاب ضمن قائمة الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تعمل في كركوك سيد المحافظ، وهناك مباني عائدة لهذه المنظمة الإرهابية. كيف كنتم تقيمون هذا الوضع سيد المحافظ؟ لا هذه مجموعة من الأخطاء، يعني هذه واحدة من مجموعة، ليس فقط كانت البيجاك أيضا، وكانت تنشر في الجرائد الرسمية أيضا. هذه سلسلة من الأخطاء التي أدت إلى أنه وجدت الحكومة أن سيادتها وأمنها مخروق في هذا المكان، مما اضطرها إلى إعادة فرض القانون. بالطبع هذه كنا نشخصها وكنا نقول أنها أخطاء، وأنها أخطاء فادحة، وأنه القوات التي تحفظ الأمن يجب أن تكون قانونية ودستورية، وأن تكون تابعة للدولة حصرا. لكن كما تعلم هي الفترة الأخيرة كانت فترة تشنج، ليس في كركوك فقط لكن أيضا مع الأقليم كانت فترة تشنج. نعم. مما يعني أحست الدولة بأن هناك خلل مركب، ومما يعني والدولة رأت المركزية بأنه واحد من الحلول الأساسية هو إعادة فرض القانون وإعادة فرض السلطة الاتحادية في كركوك بسبب تعدد مثل هذه الأشياء. تعلمون سيد المحافظ بأن الكتلة التركمانية والكتلة العربية قد تعاونت لمستقبل كركوك، لصالح كركوك في عديد من القضايا وفي عديد من المواضيع، والتي قاطعت جلسات مجلس المحافظة في عديد من المرات لصالح كركوك ولتمشي أمور كركوك بصورة صحيحة. وتعلمون بأن رئاسة المجلس كانت للتركمان سيد المحافظ، وبعد الانتخابات كتلة واحدة استولت على منصب رئاسة مجلس محافظة كركوك. الآن كيف تقيمون مستقبل مجلس محافظة كركوك؟ هل أنتم مع استرجاع حصة رئيس مجلس محافظة كركوك للتركمان سيد المحافظ؟ أنا أرى أنه من الضروري أن تكون رئاسة المجلس التركمان، بل لا بل شيء أساسي. أنا الآن في منصب إداري ورئاسة الإدارة في كركوك، يعني يجب أن أنأى بنفسي عن الأحداث السياسية لكي أكون ابن لكركوك. ولكن كركوك التوازن والتوافق وإشراك الجميع في القرار الأساسي والرسمي والبصيري هو أمر أساسي، وأعتقد بأنه واحد من المكونات الأساسية الأصيلة في كركوك هو المكون التركماني، فيجب أن يكون له الدور الأساسي في القرار سواء كان في التنفيذي أو في التشريعي. يعني خروج السيد حسن تورام وذهابه إلى البرلمان يعني كان من الضروري أن يعوض بشكل سريع، ولكن كانت أمور هناك عرقلت مثل هذا الأمر. أنا أرى بأنه كركوك لا تستطيع أن تحكم وتدار من طرف واحد، يجب أن يكون هناك تشارك أساسي بالمستوى الأعلى لكل الأطراف، وأن تكون أيضا فيها إدارة متوازنة. نعم سيد المحافظ، كيف تقيمون وضع كركوك محليا وإقليميا ودوليا؟ مثلا في قضايا الاستفتاء رفضت من قبل الحكومة المركزية ومن الدول الإقليمية مثل تركيا وإيران ودوليا، والآن كيف تقيمون هذا الوضع؟ يعني احنا في من حينها قيمنا انه اتخاذ اي قرار في كركوك يمس الحياة السياسية او الإدارية او المستقبلية او المعيشية من طرف واحد هو خطأ. كركوك اذا ما يحصل فيها قرار بالتوافق فهو خطأ. طبعا احنا فقدنا روح التوافق في مجلس المحافظة من 2008 تقريبا، أو من خروج السيد أيضا حسن توراه، فروح التشاور بين المكونات تقريبا فقدت بعد خروج السيد رئيس المجلس.
وبالطبع هذه التراكمات من الأخطاء، وأصبح الـ 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 يعني مقاطعة المكونين العربي والتركماني لكل القرارات المصيرية معنى أن هناك انحراف في عمل المجلس، وأنه لم يعد يهتم برأي الشركاء في المدينة باعتباره يعني يمتلك الأغلبية. طبعا هذه التراكمات أدت إلى تصاعد حالات الخلل سواء في الإدارة أو الأمن، مما أدى إلى مثل هذا إلى يعني إلى 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 وصول حالة إلى هذا اللي انتبهت له الدولة ووجدت بأنه كركوك يجب أن تعادلها سلطة الدولة وأن يفرض فيها القانون لإزالة الخلل اللي كان موجود. نعم. عقدتم أول اجتماع السيد المحافظ مع مدراء الدوائر الخدمية وبعض الدوائر في كركوك، ماذا تحدثتم في الاجتماع مع مدراء الدوائر؟ تحدثت في الاجتماع بأنه مدراء الدوائر عليهم أن لا يدخلوا في القضايا السياسية ولا في المناكفات، وأن يذهبوا بمهنية إلى دوائرهم، وأن يدعوا موظفيهم إلى الدوام والالتزام، وهناك عقوبات على من يخل بالدوام، وأن يعملوا وفق القوانين التي تصدر من الحكومة، وأن تكون انتمائهم وعملهم مهني، وتقديم أفضل خدمة لكي نعطي وجه كركوك الأصيل. كركوك فيها خدمات جيدة، كركوك فيها أجهزة ودوائر وأيضا شخصيات كفوءة، عليهم أن لا يبتعدوا عن كل ما يعرقل أو يعيق الخدمات، وعليهم أن يلتزموا بالقانون والتوجيهات التي تصدر من المحافظة. طيب سيد المحافظ، حضرتك تحدثتم عن التوافق في كركوك، يجب أن تكون الوظائف والمناصب ضمن التوافق في كركوك. تعلمون حضرتك سيد المحافظ، مدراء الدوائر من كتلة واحدة إذا كان من حزب أو آخر، ولكن كل المدراء ينتمون إلى فئة واحدة. هل تعتقد بأن هناك تغيير في بعض المناصب الإدارية في كركوك؟ أقصد مدراء الدوائر. والله في الحقيقة اليوم احنا من صبعة منا على عبور هذه المرحلة الحرجة. أنا يعني مهمتي أن نعمل للحفاظ على الأمن ولتقديم الخدمات، أما التوازن فيحتاج فهنا كتل سياسية وهناك كتل في المجلس عليها أن تناقش مثل هذا الأمر. أنا علي أن أنفذ القانون وفق القوانين السارية، فتنفيذ القانون هذه من مهمتي. أنا أرى أنه يجب على الكتل السياسية في المجلس من جميع الأطياف أن تنظر نظرة جديدة، وهي نظرة التوازن والتوافق، لكي ننتهي من حالة الشد والجذب التي أدت إلى الوصول إلى هذه الحالة. سيد المحافظ، كرأيي الشخصي، ألم تعتقد يجب تغيير بعض المناصب أو المدراء في بعض الدوائر ليكن التوازن مستمرا على الحق في كركوك؟ والله هذا حقيقة أنا لا أستطيع أن أقرر وحدي، أنا يجب أن أتشاور مع الجميع ولنرى إلى أن تتبلور الأفكار، ولكن نجد أنه هناك اتفاقيات كانت موقعة ومتفق عليها في قضايا التوازن في الإدارة يجب أن نفعلها قدر الإمكان، لكن هذا ليس عمل الإدارة وحدها، هذا عمل أيضا يعود إلى الكتل السياسية المنضوية في مجلس المحافظة. سيد المحافظ، تعلمون أن المحكمة الاتحادية أظن قد أصدرت قرارا لمحاسبة من كان يقف وراء الاستفتاء، أليس كذلك؟ أنا لم يصلني كتاب مثل هذا، ما أعرف الحقيقة لحد الآن، لا أعلم ما هي القانون، لازم أدرسها بشكل قانوني. طيب مستقبل مجلس المحافظة، الكتلة التحالف الكردستاني مثلا، كيف يكون موقعهم في المجلس؟ في الحقيقة هذه من مهمة أعضاء مجلس المحافظة من الكتل الأخرى،
من مهمتهم أن يبحثوا قانونيا في مثل هذا الأمر. أما أنا رجل أصبحت في السلطة التنفيذية، علي أن ألتزم بالقوانين. وفي الحقيقة كما تعلم أنا من يوم أن استلمت هذا الموضوع وكنت في المعارك مع القوات الأمنية في تجريب قضاء الحويجة، لم أطلع قانونيا وما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذ بهذا الصدد، ولا هي الجهة، ما هي الجهة المسؤولة عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات. يعني ليس لدي جواب قانوني اليوم، لكني مؤكد سأطلع وأستفسر ما هي الإجراءات. وعلى أيضا الأطراف الأخرى في مجلس المحافظة التي لديها ملاحظات معينة هي التي ستثير مثل هذا الأمر. سيد المحافظ، هل يمكن الحديث علاقتكم الآن مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وعلى رأس هذه الحكومة السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي؟ كيف علاقتكم مع بغداد الآن وتواصلكم مع السيد رئيس الوزراء؟ والله أنا لم يكن هناك أي تواصل مع رئيس الوزراء بقدر ما مكالمة هاتفية واحدة كلفني بها بإدارة الأعمال. متى حدث؟ قبل 3 أيام. نعم، ماذا قال سيد الرئيس الوزراء؟ قال أن هناك فراغ في كركوك، والكركوك بلا محافظ الآن غير موجود، وأنا أكلفك باعتبارك نائب المحافظ بإدارة المحافظة بالوكالة. نعم. وستأتيك الإجراءات، يعني كتب التكليف الرسمية. وقلت له أنا جاهز لمثل هذه المهمة، هذه مدينتي، وعلي أيضا أن نتعاون مع الآخرين في إنجاحها في مثل هذا الأمر. يجب أن لا يبقى رأس السلطة مهمش وفارغ، فكان هذا. أما في الحقيقة كثير من وكلاء الوزارات والدوائر ذات العلاقة كانت لها زيارات لكركوك. رئيس الوزراء في الحقيقة لم يحصل أي اتصال بعد ذلك، لكن هناك إشارات من الزائرين بأنه هم يعني داعمين لإنجاح عملنا، وواضح هذا من خلال زيارات ممثلي الوزارات وأيضا الدعم اللي يوجد من القوات الأمنية بأن هناك توصيات بنجاح الإدارة. ولكن هذا ليس كافي، نحتاج إلى مقومات نجاحنا في الشارع، نحتاج إلى دعم أكثر. أنباء صحفية سيد المحافظ تقول بأن السيد رئيس الوزراء سيزور محافظة كركوك، هل هذا صحيح؟ نحن لم نبلغ بمثل هذا الأمر أبدا من أي جهة رسمية كانت. نعم. أما ما يتداول في صفحات التواصل الاجتماعي أو الفيسبوك أو في الصحف، أنا لست مسؤولا عنه، ولكن لم نبلغ بأي زيارة. نعم. للسيد رئيس الوزراء. أخيرا، ماذا تريدون أن تقولوا للمواطنين وأهالي كركوك سيد المحافظ؟ نقول لأهالي كركوك، نحن لسنا جديدين عليكم، تعرفون طريقة تفكيرنا وعملنا وحرصنا، وتعلمون بأننا نحن أحد ضحايا الإرهاب. تعلمون أن محافظكم بلا دار، دوري قد هدمت من قبل داعش، واليوم أنا بلا دار، ولكن حرصي على أن تنجح كركوك هو الذي يدفعني إلى العمل. أنا أقول حافظوا على التعايش السلمي، أن تبقى العلاقات طيبة بين مكونات كركوك، وهذا شيء أساسي ومهم للنجاح. على الذين تركوا دورهم بسبب الدعاية عليهم أن يعودوا إلى دورهم بأقصى سرعة. اتخذنا كل الإجراءات المطمئنة للمواطن للعودة إلى داره، عليه أن تجاول أعمالهم، وعلى الدوائر أن تبذل أقصى جهودا لتقديم أفضل الخدمات. لدينا أيضا هناك تلكؤ في خدمات الكهرباء أو غيرها نتيجة العمليات العسكرية والأخطاء، سنعيدها يوم بعد يوم ونعمل عليها. وأقول بأنه الذين يقومون بأفعال الاحتفال عليهم أن يحافظوا على أرواح الناس، وأن تكون أي احتفال بصورة إيجابية بعدم إطلاق العيارات النارية، وسيحاسب عليه القانون بعد ذلك. بعد الآن اليوم مجانا ستحاسب من يطلقون النار. وأقول نحن لكم جميعا، وهذه القوات لكم جميعا، وعلى الكتل السياسية في المجلس وخارج المجلس
أن يعلموا أنه كانت هناك أخطاء عليهم أن يتجاوزوها وأن يعملوا بروح الفريق الواحد والتوافق والإدارة المشتركة لضمان نجاح كركوك، وأنه كل الأجندات الخارجية خارج كركوك لم تأتي بالخير إلى كركوك، يجب أن يأتي الخير من توافق أهل كركوك في داخل كركوك، وأن تكون ثروة كركوك لكركوك وأن لا تذهب إلى الآخرين كما ذهبت إلى الآخرين، وعلى كركوك أن يتحدوا في الدفاع عن مدينتهم وأن يبنوا مستقبل لمدينتهم بالتوافق والتوازن، وأن لا يطغى مكون على مكون مهما كان، وأن الضمانة الوحيدة هي راية العراق، علم العراق الذي يستطيع أن يحتوي كل المكونات وفق القانون وفق الدستور، وهي مدينة عراقية ذات تاريخ مجيد. ونقول نحن ممثلين للعربي والكردي والتركمان والكل والأشوريين، ويعلمون أننا كنا في منصب نائب المحافظ لم يجدوا منا ما يثير النعرات في كركوك. نعم، في نهاية حديثي هذه الساعة أقدم شكري الجزيل للأستاذ راكان سعيد الجبوري محافظ كركوك. شكرا جزيلا سيد المحافظ. شكرا جزيلا. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء فيما الله.